متابعي قناة شوف تيفي، وسهلا مرحبا بكم معنا في البث المباشر من مرتيل. اهلا وسهلا. اجواء مشمسه وجو حار اليوم في مدينه مرتيل الشاطئيه. مباشره من مرتيل يهزمونا مع ارتفاع درجه الحراره. البحر عامر بزاف والساكنه كتبحر. شوفوا الاجواء المثيره، عدد كبير ديال الزوار والساكنه كيتبحروا في اللحظات هنا بشاطئ مرتيل. لعشاق مرتيل مرحبا متابعينا، ولكن حاره مفرطه بصراحه في هذه اللحظات. اذا اجواء جميله وبحر عامر متابعينا. لاحظوا الاجواء هنا بشاطئ مرتيل، كما قلت الاجواء حاره وسخونه بزاف والبحر عامر. طبعا كنت بغيت في الحقيقه ندير مباشر على الارجل، ولكن صعيب الحاره المفرطه باش تخلف هذا الكورنيش بزاف. يعني من كورنيش مرتيل مرحبا بكل المتسابقين الاوفياء والزوار. حراره مفرطه، قولوا لنا كيفاش دايره الاجواء نتوما في المناطق ديالكم ومن كتسمعونا، ونتمنوا تستمتعوا معنا بهذه المناظر الجميله الشاطئيه، لان مرتيل عندها زوار ديالها مختلف المدن والدول كذلك. اجواء رائعه، مرحبا بكم شكون اللي كنسبق له بحر هنا في هذه المنطقه او زار هذه المنطقه وكيتواجد معنا الان وكيتابعنا من كورنيش مرتيل. حراره مفرطه بصراحه، جو سخون وحار بزاف، البحر عامر على امتداد الكورنيش من البدايه من انطلقنا في اتجاه النهايه ديالو على مقربه من واد المالح. اجواء صيفيه لعشاق مرتيل مرحبا، قولوا لنا من كتابعونا وجمعه مباركه لكم. هذه الاجواء ديال مرتيل، البحر عامر. طبعا مرتيل عندها الزوار ديالها مختلف الدول والمدن المغربيه. طبعا كاين الناس اللي كتجي في الاواخر ديال الغوش باش كتستمتع، كتكون شويه الدنيا خوات. اجواء رائعه، قولوا لنا مين كتابعونا وشكون كتعجبو مرتيل. لعشاق مرتيل مرحبا، هذه هي الاجواء ديال مرتيل في هذه اللحظات. جو سخون صراحه، حاره مفرطه، يعني جو سخون بزاف. هذا هو هذه هي مرتيل في هذه اللحظات. الدنيا عامره، انتم كتعرفوا تشوفوا لي باسور مختلف الفئات العمريه في هذه اللحظات هنا في الكورنيش ديال مرتيل، كتزور المنطقه وكتبحر. طبعا كل واحد والمنطقه الشاطئيه اللي كتعجبو، كيعجبو مرتيل، كيعجبو الفنادق مارينا سمير، كابيلا، ريستينغا، كابو نيغرو، وادلاو، هذو المناطق الشاطئيه الجميله هنا في هذه المنطقه. اضافة الى ازلا وامسا وتمرنوت، وكل واحد شنو تتعجبو نتوما، شنو هي المدينه والشاطئ اللي كيعجبكم متسبعين اللي كترجحوا فيه او سبق لكم بحرتوا فيه او كتواجدوا فيه في هذه اللحظات. اذا مرحبا بكم معنا. لاحظوا الشاطئ مملوء عن اخره بالميدلات والمواطنين، الشباب، النساء، الرجال، فئات عمريه مختلفه متسبعين اللي كتزور مرتيل في هذه اللحظات. إذن متابعي قناة شوف تيفي، كنتواجدوا معكم في كورنيش مدينة مرتيل، حرارة مفرطة والشاطئ عامرة، ثم كتلاحظوا الأجواء. لعشاق مرتيل مرحبا، نتمنى وتقضي معنا أوقات جميلة في هذه الجولة الشاطئية هنا بالكورنيش وشاطئ مرتيل. إذن مرحبا بكم معنا، أجواء رائعة ونتمنى كذلك. لاحظوا الأجواء كما قلت، شاطئ مملوء عن آخره، يعني الدنيا عامرة. واش عامره مرتيل؟ لا بالفعل مرتيل عامره، وانتم كتلاحظوا المظلات الشمسيه من البدايه ديال الكورنيش حتى النهايه ديالها كتمتد الى حدود 4-5 ديال الكيلومتر تقريبا، وصولا الى الواد المالح اتجاه الراس الاسود كابو نيغرو. اذا مرحبا بكم اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، قولوا لنا من كتابعونا كيفاش دايره الاجواء في المناطق ديالكم في هذه اللحظات. هذه الاجواء ديال تطوان في هذا مرتيل، عفوا، في هذه اللحظات من الكورنيش. الدنيا عامره، البحر جميل هادئ، ما كاين شويه ديال الريح، ولكن حراره مفرطه بصراحه، الحراره مفرطه. قولوا لنا من كتابعونا كيفاش دايره الاجواء في المناطق ديالكم. نظرا لارتفاع درجة الحرارة كنلاحظ أن البث كيحاول ينقطع لأن التليفون سخن بصراحة، باش مع الحرارة يعني كنت فكرت أنني نقضي أنني ندوز هذا المباشر وأنا تنخلف على رجلي هنا في الكورنيش، ولكن حرارة صعيبة الراس بصراحة، أنا الإنسان اللي يقضي فيها الوقت كامل. ولكن على العموم نتمناو تستمتعوا معنا أنتم متسبعين بهاد الأجواء ديال الكورنيش، البحر عامر. غادي نحاول في النهاية ديال الكورنيش مع الواد المالح نزل على رجلي نمشي شويه قبل ما تسمكنا الشمس كما تنقولوا، لان الحراره قاصحه والشمس قاصحه في هذه اللحظات. هذه الاجواء ديال مرتيل، هذه الاجواء ديال الكورنيش لعشاق مرتيل، نتمنوا تستمتعوا معنا
هذه الاجواء في هذه اللحظات كورنيش المدينه. طبعا مرسيل عندها البيبل ديالها كما تنقولوا، عندها الزوار ديالها، عندها الناس كتجي مختلف المدن المغربيه وخاصه الافراد الجاليه المغربيه اللي كتربطها علاقه وطيده بالكورنيش وشاطئ مرتيل وباقي الشواطئ. اذا هذه الاجواء ديال مرتيل، الدنيا عامره انتما كتشوفوا المظلات الشاطئيه، المظلات الشمسيه في الشاطئ، اجواء جميله، حراره مفرطه. ونتمنى انتما تستمتعوا معنا هذه الاجواء المستبعده. هذه هي مرتيل، لاحظوا الاجواء. غادي نحاول نوصل الجهه ديال الكورنيش ونعطيكم صور مباشره مستبعده. مرتيل عامره بصراحه، يعني مملوءه عن اخرها، مرتيل مملوءه عن اخرها في هذه اللحظات. ونتمنى الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء. 3 الأربعاء هذه يعني اقل من جوج ساعات وربع كتسنى على الحصيله. نطلب الله اليوم تكون مراكش، الجو سخون. تحيه الناس ديال مراكش، طبعا المدن اللي سخون الان مراكش، فاس، مجموعه ديال المناطق المغربيه، ولكن هذا الثنائي معروفين بارتفاع درجه الحراره. طبعا وخاصه المدن اللي فيهم الشاطئ حتى هي كتعرف حراره مفرطه، مثل فاس ومكناس ومراكش ومناطق اخرى سياحيه. اذا هذه الاجواء ديال الكورنيش، نتمنى تقضي معنا اوقات جميله متسبعين. احنا معكم في هذا البث المباشر هنا في شاطئ كورنيش مرتيل. لاحظوا الاجواء كما قلت، غادي نحاول نوقف في النهايه ديال الكورنيش ونعطيكم صور من زاويه اخرى، الله عسى تكون الصوره اكثر وضوح. ولكن كما قلت مع هذه الحاره المفرطه صعب عليا انني بصراحه نخلف هذه المده كلها رغم الكاسكيت، لان كاين شمس قويه. والله يرفع علينا هذا الوباء، هذا هو الاهم. ونتمنى ان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه لعشاق مرتيل. هنا في هذا الفضاء كان تيكون مهرجان الشواطئ، ولكن للاسف للمره الثانيه على التوالي عشاق مرتيل وعشاق مهرجانات الشواطئ طبعا تيتحرموا بسبب هذه الجائحه اللي للاسف اللي اربكت الحسابات ديال الكل. غادي نحاول نعطيكم هذه الصوره من هذا المنطقة متسبعين. نزلوا تشوفوا معنا الأجواء هنا، هنا في شاطئ ديال مرتيل. ونتمنوا تقضي معنا أوقات جميلة. غادي ننزل من السيارة نحاول ننقل لكم الأجواء هنا، متسبعين من شاطئ مرتيل، لأن كما قلت قبل لحظات كانت الحارة مفرطة هنا في شاطئ مرتيل. لاحظوا هنا هذه المنطقة ما كاينش زحام بزاف، ولكن منظر جميل. هذا هو الشاطئ ديال مرتيل، هنا المنطقة أو هنا فين كانت مهرجان الشواطئ. نحاول نقرب لكم الجهة ديال الرأس الأسود، أمامكم جبل ديال الرأس الأسود كابو نيغرو. معكم في هذا البث المباشر، حرارة مفرطة كترفها مرتيل في هذه اللحظات. هذا هو الكورنيش، أجواء سخونة، أجواء رائعة طبعا، أجواء جميلة. من عشاق البيدالوس كذلك هو يتواجدو هنا، الناس اللي كتعجبها تركب في هذا البيدالوس. أمامكم الرأس الأسود والكورنيش ديال مرتيل. مرتيل طبعا من الشواطئ نظيفة بصراحة، أجواء جميلة والرمال الذهبية. وثم كتلاحظوا العامل ديال النظافه، يعني حضر قوه هنا في هذا الشاطئ. إذن دائما المتسابقين كنشوف تبعنا، احنا معكم في هذا البث المباشر هنا في شاطئ مرتيل. نتمنى تقضي معنا اوقات جميله لعشاق البحر، مرحبا لعشاق هذا المدينه. لا قنديل البحر ما كايناش، هذا ما يؤكد ان الاطفال الصغار تيعوموا، لان كان قنديل البحر راه صعيب الدراري يدخلوا يعوموا، لان كيكون واحد النوع ديال الخوف. ولكن الحمد لله انا كنشوفوا الاجواء جميله ورائعه هنا في شاطئ مرتيل.
اذا دائما متابعينا، احنا معكم في هذا البث المباشر من نشاط مرتيل هنا في النهايه ديال الكورنيش. هنا في النهايه ديال الكورنيش انتم كتلاحظوا الاجواء الشاطئيه الجميله. لان نتمنى وتقدمنا اوقات جميله متابعينا. مرحبا بالزوار، مرحبا بكل متابعينا في داخل الوطن وخارج الوطن. هذه الاجواء ديال الكورنيش كما كتلاحظوا، مرتيل بين مرتيل الوادلة، وكتطلع من تطوان من مرتيل لتطوان، عاد كتشد الطريق ديال الوادلة، وعندك واحد 50 كيلومتر تقريبا من هنا. اذا مرحبا بكل متابعينا في اجواء جميله هنا في شاطئ مرتيل. لاحظوا معنا الاجواء، غادي نحاولوا نخلفوا شي شويه معكم في هاد الاجواء رغم الحراره المفرطه. بصراحه تيصعب الانسان اللي يبقى واقف في الشمس، صعيب لان ما كاينش فين يتطرق. انتم كتلاحظوا ولا كنت داير كاسكيت الحراره قويه. نعطيكم الصوره ديال شاطئ الراس الاسود كابو نيغرو، هذاك اللي امامكم الراس الاسود كابو نيغرو. لا لا ولا المهم شهد لله اللي كنلاحظوا، انا الرمله مصفيه مشطبه نقيه. انا حالت ساعه ما بدلتش عايز الوسخ، زعما شكون واضحين اذا كمل الوسخ راه كنا نصوروا الوسخ. على ما يبدو الرمله نقيه مصفيه كل شيء. يا سلام، مرتيل واش تطوان؟ مرتيل قريبا تطوان، ماشي تطوان. مرتيل تبع النفوذ الترابي العمالة المضيق الفنيدق، وتطوان تبع العمالة ديال تطوان، لكن بين تطوان ومرتيل القرب ماشي بعيد بزاف. إذا من الكورنيش مرتيل دائما متابعين. انتم كتلاحظوا كاين الزوار، كاين الاجانب، كاين المغاربه، مختلف المدن المغربيه، ناس اللي كتعشق مرتيل، وكاين اللي كيعشق الراس الاسود كابو نيغرو اللي كيبان امامكم متابعينا. هذا هو الراس الاسود، قرب لكم الصوره نتمنى تكون واضحه. هذا هو الراس الاسود، فين ديك الجبال وفين ديك اليخت، هذيك المنطقه ديال الراس الاسود كابو نيغرو. اذا متابعينا دائما حنا معكم في هذا البث المباشر هنا بالكورنيش ديال مرتيل. هانتوما كتلاحظوا الاجواء، غادي نحاولوا نكملوا معكم بالسياره، وكنعتذر لان حاره مفرطه بصراحه، حاره صعيب انا كتبقى واقف فيها لهذه المده كلها. غادي نمشيو ونكملوا معكم الجوله عبر السياره. ودائما مرحبا بكل متابعينا الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. هذه الاجواء كما كتلاحظوا ديال الكورنيش ديال مرتيل متابعينا، حاره مفرطه لكن اجواء رائعه لعشاق البحر لعشاق الشاطئ. مرحبا، انتم كتلاحظوا الاجواء هنا في شاطئ مرتيل وفي الكورنيش. اذا عدنا لكم من جديد متابعينا في جوله عبر السياره، لان كما قلت واو 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 شالوا لك كليم لان الحراره مفرطه. من مرتيل دائما مرحبا بكل متابعينا الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. قولوا لنا من كتابعونا كيف داير الاجواء في المدن ديالكم في هاد اللحظات. جو سخون، مرحبا مراد، مرحبا كل متابعينا الاوفياء. غادي نمشي معكم من مرتيل في هاد الجوله، نتمنى تستمتعوا معنا كذلك انتم بهاد المناظر الجميله. هذه هي الاجواء ديال مرتيل في هاد اللحظات، حراره مفرطه على بين العيان لان مرتيل البحر عامر خاويه في الطريق، لان الحراره انا كنقول لكم الحراره المفرطه كل شيء في البحر لان حراره قويه في هاد اللحظات. طبعا سيدي محمد، لان الناس تطوان المحليين ما كيبحروش في مرتيل، هذه ثقافتهم، كيمشيو لمناطق اخرى، كيمشيو للريفيين تريس بيدراس، ريستينغا، مارينا سمير، قصر الرمال، سانيا توريس. على العموم امامكم الراس الاسود كابو نيغرو،
ونتمنوا تقدمنا اوقات جميله متسبعين. احنا معكم في هذا البث المباشر، حراره مفرطه هنا في مرتيل. مرحبا بكم معنا اينما كنتم. احنا خويا في الدار خايفين من كورونا. اي والله يرفع علينا هذا الوباء، نطلب الله في القريب العاجل ان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه. كل شيء خوف من كورونا للاسف. ثلاثه قلق سمين كننتظروا فارق الصبر الحصيره ديال اليوم، ونتمنوا ان شاء الله انها تكون منخفضه على ما يطلب الله. نطلبوا الله. لا طبعا طبعا طبعا، دابا هذا الاسبوع اللي باقي شحال اليوم، اليوم 20، باقي 10 ايام وطبعا بدايه ديال الدخول للمدرسه على الابواب كذلك، يعني تخول المدينة. ونطلبوا الله على الارقام ديال الفيروس. كاين صحاب جيلي صفر، وجيلي صفر فين مشيتي راه موجودين يا اخي، حتى في الباركين ديال المقبره راه كتلقاهم. اذا من مرتيل مرحبا. هذه الاجواء الشاطئيه، لاحظوا الحراره اللي كتعرفها مرتيل في هذه اللحظات. البحر عامر، ماء الكورنيش طبعا خاوي من الناس، لان اغلبيه الناس في الشاطئ في هذه اللحظات. وكاين اللي باقي تياكل الكسكس اليوم الجمعه، كاين اللي تياكل الكسكس كما قلت اليوم الجمعه. اذا من مرتيل دائما مرحبا بكم معنا، نتمنى تستمتعوا معنا بهذه المناظر الجميله. ها راهي في مراكش بسيطه بالنسبه لنا، حنا كمراكشيين غادي جينا هاديه جدا. لا اكيد اكيد اكيد، ولكن بالنسبه لتطوان ما تنسيش بديك الحراره القويه، يعني اغلبيه الناس بديك الحراره كلشي تيمشي للبحر. تطوان مرتيل، تطوان كابونيغرو، تطوان مارينا سمير، تطوان ريستينغا، تطوان قصر الرمال، تطوان تريس بيدراس، سانيان توريس، تطوان وادلاو، كل واحد والمنطقة اللي كيعشقها. الحمد لله عبد الواسع عبد الواحد، الحمد لله. إذا من كورنيش مرتيل مرحبا بكل المتابعين الأوفياء، كنا معكم كنعطيكم صور ديال الشاطئ عامر عن آخره، صراحة شاطئ ملوء عن آخره. اليوم الجمعة 20 غشت، نتمناو نسرين مرحبا، نسرين وماري سلام لاباس الحمد لله. إذا من كورنيش مرتيل المدينة الشاطئية الجميلة، مرحبا بكل المتابعين الأوفياء. وحنا في شوف تيفي طبعا نزول عند رغبات بعض المتتبعين ديالنا اللي كل مره تيطلبونا نعملوا مباشر المناطق الشاطئيه، وبالفعل كل مره تنزوروا منطقه شاطئيه وادلا ومرتيل المضياق الريفيين في الفنادق. نتمنوا تقضوا معنا اوقات جميله متتبعينا، حنا معكم في هذا البث المباشر هنا من مرتيل المدينه الشاطئيه. وسبق لكم زرتوا مرتيل، شكون اللي كيتبع معنا مباشر الان من اي مدينه، وكاين شي واحد من المتابعين ديالنا معنا الان في مرتيل. النقاء والصفاء طبعا بصراحه مدينه جميله، وتحيه لعمال النظافه اللي تيسهروا على هذه العمليه، ونتمنوا كذلك حتى الزوار انهم يلتزموا ويحترموا هذه الامور، لان صعيب في الحقيقه ان المدينه تكون نظيفه ويجوا الزوار ويوسخوها، حرام مطلق. ولكن على العموم الحمد لله ان الناس وعات بهذا الجانب ديال النظافه، ونتمنى ان شاء الله الخير، هذا هو الاهم. من مرتيل دائما تحيه لكل المتابعين الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن، نتمنى تقضي معنا اوقات جميله ديال الاجواء ديال مرتيل في هذه اللحظات. قولوا لنا انتم من كتابعونا وكيفاش دايره الاجواء في المدن ديالكم. هذه هي الاجواء ديال ديال مرتيل، عفوا تيبغي كثر درجه الحراره تيبغي يطفى للاسف. اذا طبعا الحراره كتسخن الهاتف. اذا من مرتيل دائما متتبعينا، احنا معكم في هذه الدردشه. قولوا لنا من كتابعونا وكيفاش داير الاجواء في المناطق ديالكم هذه اللحظات. حميد حميد وعليكم السلام. وعليكم السلام، تحية لكل المتابعين الأوفياء داخل الوطن وخارج الوطن واللي كيتابعونا. قولوا لنا من كيتابعونا.
هنا نشوفوا شارع ميرامار. اوكي غادي نعملوا جوله في شارع ميرامار نزول عند رغبات سالين زنا مراكش. مرحبا تحيه الناس ديال مراكش وتحيه كل المتابعين الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن في هذه اللحظات. تقولوا لنا مين كتابعونا ونشوفوا نطلبوا من الله اصحاب جيري صفر اللي سولني شي واحد على جيري صفر. ها هو ديال صفر راه موجودين فيما حطيت الرحال. أما البحر خرجنا يا أخي في البحر كنا في أشرف أعتقد الشمس باقي في الليش السمية. إذا نمشي معكم في اتجاه ميرامار. هذه الأجواء ديال مرتيل ها انتوما كتلاحظوا مرتيل مملوءة على آخر يا السيارات. الدنيا عامرة تبارك الله. نتمنى تكون تحركت العجلة الاقتصادية لكن المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية وكراء المنازل الشقاق نتمنى إن شاء الله أنها تكون متعشتت يعني المناطق السياحية لأن هذه المناطق تخدموا الصيف للصيف بمعنى هذه البركة التي تجمعوا تقسموها على 12 شهر. هذا هو الأهم. إذن في اتجاه ميرامار نزولا عند رغبة أحد المتتبعين ديال الأوفياء. هذه هي هو شارع ميرامار. نتمنى تقضي معنا اوقات جميله في هذه الدردشه. هذه هي الاجواء ديال ميرامار بمرتيل. اذا من ميرامار مرتيل دائما متتبعين احنا معكم في هذا البث المباشر. حراره مفرطه كتعرفها مرتيل في هذه اللحظات. غادي نعود لكم الجهه ديال الكورنيش باش المتتبعين ديالنا الجدد اللي دخلوا معنا في هذه اللحظات يعيشوا معنا هذه اللقطات الجميله بالكورنيش ديال المدينه. سمير المأكولات الخفيفة والسلطات المحلية. شنو اللغز السي سمير شرح لينا. إذا هذه الأجواء ديال مرتيل من ميرامار نزول عند رغبة أحد المتتبعين ديالنا. أش داير العقار في مرتيل؟ كل دار وكرا يا أخي على حسب واش الكرا ولا الشرا. إذا من مرتيل دائما أجواء صيفية وجو حار في هذه اللحظات. نتمنى تقضوا معنا أوقات جميلة. نمشي معكم في اتجاه ديال الشاطئ من جديد باش كنشوف عدد ديال المتتبعين ديالنا اللي دخلوا جداد يشوفوا معنا الأجواء في هذه اللحظات. تحية لكم من الجزائر. تحية للشعب الجزائري الشقيق في اتجاه الشاطئ. هذه الأجواء ديال ميرامار في اتجاه الشاطئ لعشاق مرتيل. مرحبا تحية لعمر. بحر غزال ولكن الثمن غالي. تحية لسيمون من سيفيا المدينة السياحية الجميلة بإسبانيا. تحية لكل متابعينا من سيفيا بلاصة إسبانيا البوينتي السنترو ديال سيفيا السيمو. الشراشي سفلي بالسطح ديالو يعني خصك دار مستقلة. هادي غتلقاها قديمة ماشي حاجة جديدة. قريبة للبحر ما غتلقاهاش وبعيدة على البحر. والله يسخر. ها الشاطئ ديال مرتيل. لاحظوا معنا الأجواء متتبعينا. شاطئ عامر ناس مبحرة صحتهم. ونتمنى انتم تقضوا معنا اوقات جميله في هذه الدردشه. اذا من مرتيل دائما متتبعينا احنا معكم في هذا البث المباشر. انتم كتلاحظوا
الاجواء ديال مرتيل عامره بصراحه، الشاطئ عامر، الدنيا عامره، عدد كبير ديال الزوار، الناس اللي كتبحر هنا في هاد اللحظات. قولوا لنا من كتبعونا وكيفاش دايره الاجواء في المناطق ديالكم، ولان حراره مفرطه الان كترفها مرتيل وبعض المدن المغربيه طبعا حسب مديريه الارصاد الجويه اللي اكدت انه تكون حراره مفرطه في بعض المدن. يوسف تحيه لك، تحيه ديال الشبر، شكرا لك وشكرا لكل متابعينا من مرتين حي الشبر. اجواء جميله، جو سخون، بحر عامر، شكون اللي سبق ليه بحر هنا في مرتيل او كيتواجد في مرتيل الان او كان في مرتيل وغادره، لان مرتيل عندها الزوار ديالها وعندها البيبل ديالها اللي كتعجبهم مرتيل الشاطئيه. اذا مرحبا بكل متابعينا الاوفياء، الدنيا عامره، جو جميل، بحر هادئ، ما عرفتش رايك حلا والبحر طاسه، ربما شي خلل ما عرفتش، بحر رايك حلا ولكن بحر طاسة، ما كاينش الامواج، ما كاينش اقوى بيبا، كندير البحر. اذا متابعينا دائما احنا معكم في هذه الدردشه، نتمنى تكونوا قضيتوا معنا اوقات جميله في هذه الجوله، مكناس الحراره العافيه، الله يحفظ. هذه هي الاجواء ديال مرتيل. متابعي غنشوف تي في، شكرا لكم، كنا في مرتيل. أمينة مرحبا، كنا في مرتيل، نتمنى تستمتعوا معنا بهاد الأجواء الشاطئية. غادي نعود لكم جهة الشاطئ من جهة أخرى ونختموا هاد المباشر. حرارة قوية الآن في مرتين بصراحة، يعني بالنسبة للناس اللي ما درش البال راسها راه صعيب بصراحة، حرارة قوية كضرب الراس ردوا البال. من مرتين دائما أجواء صيفية، أجواء رائعة. مرحبا بالزوار، دوز هنا في الفندق تغدى، مرحبا، الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير والصحة والراحة. إذا متابعينا دائما احنا معكم في هذه الدردشة، نتمنى تقضوا معنا أوقات جميلة، شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، كان معكم معتكف كالعادة، أمين نلقاكم بخير في مباشر آخر. وخا سيدي نوصل لجهة البحر عاد نقطع علينا، التزمت ندوز لجهة البحر من زاوية أخرى. نتمنى في هذا البث المباشر من قلب مرتيل في اتجاه الشاطئ من زاوية أخرى. شنو رايكم في الاجواء ديال مرتيل اليوم؟ تلاحظوا ملعب ديال السيارات، يعني ما عتبقاش بلاصتك، كلشي عامر، ازقه في الدروب، في الباركينات، كلشي عامر. تطوان زوينه، مرحبا. صراحه مناطق ديال الشمال في السنوات الاخيره عرفت واحد القلعه مهمه، واحد مصلحات مهمة على مستوى تطوان، مرتيل، مداقل في النضاق، وادلة، طنجة، أصيلة، العرائشي شوية، نتمنى وكذلك تاهي تعرف شي كيتغير ونطلبوا الله الخير، هذا هو الأهم. إذا نعودوا لكم من جديد من زاوية أخرى ديال الشاطئ ونعطيكم هاد الصورة متابعينا، نتمنى تستمتعوا معنا كذلك بهاد الجولة. الجولة الجولة جو حار، جو سخون، عدد كبير ديال الزوار مختلف في المدن المغربية والجالية المغربية كذلك، اللي كتعشق مرتيل وكتحب مرتيل ومجموعة ديال المناطق الشاطئية أخرى. غادي نشوفوا البحر هنا في هاد المنطقة، لاحظوا من البداية ديال الكورنيش الدنيا عامرة، ناس فئات عمرية مختلفة كما قلت، مرتيل تزهو فرها بحلول ذكرى ثورة الملك والشعب. إذا هذه هي الأجواء ديال مرتيل ديال الشاطئ، لاحظوا الأجواء، نتمنى تستمتعوا معنا بهذه المناظر الجميلة.
إذن من شاطئ مرتيل دائما متسابرين احنا معكم في هذا البث المباشر. نتمنى تكونوا قضيتوا معنا اوقات جميله، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في هذه الجوله اليوم. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، امل القاكم بخير في مباشر اخر مع موضوع اخر. تحيات معتكف لكم اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. قبل ما نختم هذا المباشر في هذا اليوم المبارك ديال الجمعه، الدعوه ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، الله يشافي كل مرضى، الله يرحم جميع اموات المسلمين، والله يسهل على كل واحد، هذا هو الأهم. شكرا لكم من جديد، أمين، نلقاكم بخير في مباشر آخر. تحية معتكف لكم، إلى اللقاء.